الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. جدد خبراء اقتصاديون انتقاداتهم للحكومة في العراق بسبب الخسائر الكبيرة من جراء حرق الغاز الناتج عن عملية استخراج النفط. وأكد الخبراء أن العراق يخسر مليارا ومليوني دولار بسبب حرق الغاز في العراق، لافتين إلى أن بعض المسؤولين يطلقون أرقاما غير دقيقة في هذا النطاق لأهداف سياسية. وأشار الخبراء إلى أن الحكومة ليست جادة بإنهاء أزمة الكهرباء بالبلاد عبر الاستثمار بالغاز المهدور أثناء الاستخراج وبناء محطات جديدة بدلا من استيراد الغاز من إيران. أكد نواب عن البصرة أن قرار البرلمان بفرض رسوم جديدة على الشركات النفطية الوطنية في الموازنة سيؤدي لخسارة المصافي الوطنية وربما إفلاسها. وقال النائب هيثم الفهد الزرقاني إن القرار الأخير سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار المنتجات النفطية وانعكاسها سلبا على المواطنين والشركات النفطية الوطنية على حد سواء. يأتي هذا في وقت تظاهر موظفو شركة مصافي الجنوب في البصرة رفضاً لفرض الحكومة ضرائب جديدة على المشتقات النفطية من خلال زيادة أكثر من 10,000 دينار على سعر البرميل. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس ستواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط ما قد يؤدي في المستقبل. وأضاف الوزير السعودي خلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي أن أوبك بلس لديها ثلاثة أهداف، وهي اليقظة والمبادرة والتحوط ما قد يأتي في المستقبل بحسب تعبيره. وفي سياق منفصل قال وزير النفط في العراق حيان عبد الغني على هامش المنتدى أن بغداد تنتظر ردا نهائيا من تركيا قبل استئناف الصادرات النفطية من شمال العراق عبر ميناء جينهان. ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار واحد بعد أن حذر وزير الطاقة السعودي المضاربين احتمال إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج في أوبك بلس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات بنسبة 0.96% لتصل إلى 77 دولارا و58 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% ليصل إلى 73 دولارا و72 سنتا للبرميل. وتصاعدت المخاوف من ضغوط الإمدادات بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إنه سيبقي البائعين على المكشوف، أولئك الذين يراهنون على أن الأسعار ستنخفض. صرحت المدير العام في صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن عدم وجود حل لأزمة سقف الديون الأمريكية سيكون لها تأثير ضار على اقتصاد الولايات المتحدة والعالم. وأفادت مسؤولة صندوق النقد الدولي بأنها تأمل بألا تضطر إلى الانتظار أكثر للتوصل إلى حل بشأن سقف الديون الأمريكية، كما أضافت بأن المناقشات حول سقف الديون الأمريكية كانت دائما متوترة للغاية ولكنها أسفرت عن حل حسب ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب الجمهوريين كيفن مكارثي أفاد بأن اليوم بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاجتماع كان مثمرا ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون في الولايات المتحدة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام مجاز إلى اللقاء.